شوف هذا ما فيش باسكو انا ما كنبغيش نستعمل فهمتي الكلمات ديال المدرب على ناخب الناخب الوطني لانه الناخب الوطني صراحه كيحتاج لواحد العدد ديال الاشياء باستثناء التدريب لان التدريب ما هو ما اصلا ما غاديش يدرب يعني كيوجد فرقه ثلث السنه او ثلث واحد الفتره معينه وكيمشي بها طول البطوله وعده مباريات وكذا وكذا لا نو هو ناخب وطني عنده واحد الاربعة او خمس فترات في الموسم وكيختار دائما الافضل لاعبين وكيعطي لو كاشي ديالو فهمتيني لو سون سافوار فير لي جوور اي دونك ملي كيكون كيملك حب وعطف دوك اللاعبين اظن لو ميساج كيدوز والامور كتمشى بسهوله لواحد العدد ديال الاطر للاسف من دول في الدول العربيه ما كيعرفوش عندهم نقص من هذا الجانب.